السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك شيخ مصطفى؟ طيب الحمد لله في نعم. الحمد لله شكرا لله. بعد اذنك يا شيخ مصطفى، رجل توفى ووالدته راحت لاولاده وزوجته طلبت ميراثها. طيب. وبعد الام ام الاولاد اللي هي زوجة المتوفى اتكلمت مع امه اللي هي والدته، قالت لها الاولاد صغيرين وما ينفعش ان احنا ناخد منهم، فعايزين نربيهم، فما تنازل عن حقك في ابنك، وانا في المقابل هتنازل عن حقي في زوجي. وراحوا عند ناس اهل فضل وكتب ورق بهذا الكلام. طيب. وبعد عمر او مده من الزمن ام المتوفى توفت وما خدتش حقها. ما خلاص، بس لكنها تنازلت. تنازلت رسميا خلاص. بعد سنوات. الزوجة بقى، زوجة المتوفى دي، بعد ما ام المتوفى توفت وجينا نقسم، او الاولاد يعني جم يقسموا مع بعض، قالت لا ده انا هاخد حق. ليس لها. ليس لها. نعم. واذا قلنا لا تاخذ حقك بالميتة، تاخذ حقها، لان الميتة كانت تطالب بحقها وما تنازلت الا لما انت تنازلتي. تمام. بس. يعني ان شاء الله لا تعطوها شيئا. تمام. الله يكرمك.